ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة من أمام القنصلية السعودية باسطنبول موفد الجزيرة مباشر حسام يحيى. حسام، أرحب بك معنا، أرجو أن تطلعنا على ما لديك من مستجدات في قضية اختفاء جمال خاشقجي. أهلا وسهلا بك أحمد، وأهلا بكم أيضا مشاهدينا من أمام القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول. ولليوم الثامن على التوالي تتواصل التغطيات المباشرة لقضية وتداعيات اختفاء جمال خاشقجي. اليوم كان هناك وجود مكثف لوسائل الإعلام المحلية والدولية في محيط وأمام مقر القنصلية السعودية في إسطنبول. هذا التواجد الكثيف ربما عزاه البعض إلى الأخبار التي نشرت صبيحة هذا اليوم في وسائل الإعلام المحلية. أحمد، إضافة أيضا إلى ما ذكرته بشأن تصريحات ترامب وبشأن أيضا تصريحات وكالة رويترز التي أعلنت عنها منذ ساعات، إضافة إلى هذه التصريحات فإن مصادر ذكرت للجزيرة مباشر أن أحد الأتراك كان متواجدا في القنصلية السعودية في إسطنبول أثناء تواجد جمال خاشقجي هذا التركي، وأحد هذا الشاب التركي سمع أصوات صراخ وأصوات استغاثات، ومن ثم ساد الصمت داخل القنصلية التركية، وهو ما يؤكد صحة التسريبات التي تحدثت عن تعذيب جمال خاشقجي قبل قتله. إذن هذا عن الخبر الذي اختصنا به حسام. اسمح لي في هذه النقطة تحديدا مباشر. عفوا لمقاطعتك. نعم، هذه النقطة، هل هذا الرجل التركي الذي كان متواجدا داخل مقر القنصلية هل هو يعمل بداخلها، هل هو مجرد زائر للقنصلية أم ماذا؟ لو لديك طبعا تفاصيل. أحمد، لا توجد في الواقع تفاصيل حول وظيفة هذا الشخص، ولكنه كان حاضرا أثناء هذا المشهد الهام وأثناء هذا الموقف، وهو ما يتواجد داخل لجان التحقيق التركي استخدمت هذه الشهادة على وجه الخصوص وغيرها أيضا. أحمد، أيضا أضافة إلى أبرز الأنباء اليوم التي تتحدث عن استدعاء الأمن التركي أو اعتماد الأمن التركي وإعداد لائحة اتهام تشمل 15 شخصا سعوديا، كما أسلفنا أمس في المسائية على الجزيرة مباشر أن هناك لائحة اتهام معدة بالفعل لسبعة أشخاص، وزادوا اليوم ليصل هذا العدد عدد إلى 15 شخصا. جريدة صباح اليوم نشرت هذه الأسماء 15 للوفد السعودي الذي قام بعملية إخفاء أو اختطاف أو اغتيال جمال خاشقجي. كل هذه الأسماء تلقفتها سريعا أحمد وسائل التواصل الاجتماعي، سواء على تويتر وفيسبوك وكذلك مواقع البحث على الإنترنت، وقاموا بالبحث عن الحسابات الإلكترونية لهذه الشخصيات، ومن ثم نجحوا فعلا في العثور على الكثير من الحسابات الإلكترونية لهذه الشخصيات، بالإضافة أيضا إلى الكثير من المعلومات عنهم من خلال وسائل الإعلام المحلية السعودية من خلال مقابلات معهم أو أخبار عنهم. اللافت أو أكثر الأشياء اللافتة من خلال هذا الاستعراض الذي قام به المدونون اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي هو وجود صلاح الطبيقي، وهو مدير إدارة الطب الشرعي بالأمن العام السعودي، وهو ما اعتبره الكثير من المحللين سواء في الشأن التركي أو حتى في الشؤون المحلية التركية أو الدولية أن هذا الأمر ووجود هذا الشخص تحديدا في هذا المكان هو يؤكد أن هناك نية مبيتة كانت لدى السلطات السعودية في قتل جمال خاشقجي قبل قدومه إلى القنصلية السعودية. وجود هذا الشخص يمثل أيضا علامة استفهام وعلامة تعجب على تخطيط ونية سعودية مبيتة لوجود عملية قتل جمال خاشقجي بهذه الصورة التي تتناقلها وسائل الإعلام المحلية. أحمد، أيضا هناك وجود لشخصيات أخرى، من أبرزها هذه الشخصيات وجود اثنين من حراس محمد بن سلمان الأمير السعودي من ضمن هذه الشخصيات. أيضا هناك حارس تم نشر صور له اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو من بين 15 شخصا الذين أفرجت عن معلوماتهم وأسمائهم السلطات التركية لوسائل إعلام محلية. بالإضافة أيضا إلى أن المدعي العام التركي قام كما أسلفنا بالادعاء وباتهام 15 شخصا وهم الوفد السعودي بالكامل. أحمد، أيضا قمنا اليوم بالذهاب إلى مبنى القنصل أو مقر إقامة القنصل السعودي في مدينة إسطنبول الذي يبعد عن هذا المكان حوالي 250 متر تقريبا، هذا المكان الذي انطلقت إليه السيارتين طبقا لرواية جريدة صباح التركية، السيارتين الدبلوماسيتين السعوديتين
أحد هذه السيارات أو إحدى هذه السيارات كانت تحتوي ربما على صناديق. يقال بحسب الرواية التركية أن هذه الصناديق كانت تحتوي ربما على جثمان جمال خاشقجي، أو على الأقل على أدوات استخدمت في تعذيب وقتل جمال خاشقجي لاحقا. نعم. هل لديك معلومة فيما يخص متى سيستطيع الأمن التركي أن يدخل لمقر القنصلية السعودية في اسطنبول، أو حتى مقر قامة القنصل السعودي للقيام بعمليات تفتيش كما أعلن سابقا؟ أحمد، أيضا هناك هذا الخبر الذي تداولته مصادر يعني مجاورة للجزيرة مباشرة، ربما أن السلطات السعودية لم تسمح من الأساس بوجود الأمن التركي داخل القنصلية السعودية، ولم تسمح بتفتيش هذا المقر، رغم أن المعلومات كانت تتحدث عن سماح السلطات السعودية للسلطات التركية بدخول مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، ولكن يبدو أن هذا الأمر لم يكن صحيحا وكان مجرد إشاعة، وأن السعوديين لم يسمحوا أصلا بدخول الأتراك إلى مقر القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول، وبالتالي لم يسمح لهم حتى الآن بدخول هذه القنصلية. ولكن الأتراك أو السلطات التركية قامت اليوم بطلب جديد، وهو تفتيش مبنى القنصلية السعودية وأيضا مبنى مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول في آن واحد وفي وقت واحد. هذا الأمر لم يوافق عليه السعوديون حتى الآن، ونحن بالتأكيد بانتظار المزيد من الأخبار حول هذه النقطة على وجه التحديد. نحن كنا ننتظر من الصباح، بالإضافة إلى وسائل الإعلام بشكل مكثف كانت تنتظر هنا في هذا المكان كما نشاهد، كل هذه الحديقة كانت تمتلئ بالكثير من وسائل الإعلام وكذلك محيط مبنى القنصلية، ولكن لم يتواجد الوفد التركي اليوم، ومن ثم ظهرت هذه الأنباء عن عدم سماح السلطات السعودية بعد للسلطات التركية بالدخول إلى مبنى القنصلية وتفتيشها كما كان يشاع من قبل.